يا ريال الحكم والسبب. انا اقول لك الاتحاد السبب. الحكم والسبب يا ريال. الوان عند الوان بلعوز الدنيا. لا والمدرب هذا يبقى يجحل عماها. نحن مغلوبين ثلاثة ينزل المدافع. يا ريال خلنا نسير نتكلم في السيارة. انا مرمس برنامج الجماهير وقال لنا بسي كاس العالم وانا. ما بسالم الدوس هذا؟ ايه سعال هو. سالم الدوس. الدوس. ثلاثة صفر. طبعا بتقولون السبب من اللعيبة، الحكم، المدرب، الاتحاد، واللاعبكم واسباب ثانية. كم ما تردون؟ شو تبى انا اقول؟ منتخب الناشئين زين، والمنتخب الاولمبي رفع الراس ووصل لندن وكرمهم رئيس الدولة. الا هالمنتخب، هذا المنتخب متغصص منه انا. المنتخب الاول شو سالفتهم؟ ما ندري. تشجيع وشجعنا، لبس ولبسنا. تقليعات وقلعنا، تشجيع حضاري وسوينا، حتى كشت فالديراما وسوينا، بس وين؟ وين اللعب الاوروبي؟ هذه المشكلة، ما عارفين العلة وين يا ابوي. انا يا ريال متفيد، كان بسحب كل المشجعين وبطالب الاتحاد ما ياخذون لاعيبة من الدوري، حتى يتأدبون ادب. ايش حقه يتأدبون يا ابوي؟ مثل ما اشوف، لا مبالاة، لا مسؤولية. لازم يعرفون ان اللعب في المنتخب شرف، ما بكل واحد يحصله. يا ابوي لا تظلمهم، مو بالكل. ادري، بس الخير يخص والشر يعم. من وين تباني بلعبه؟ من البلاي ستيشن ولا من روسيا؟ لا، من الجيل الذهبي اللي ودنا كاس العالم. كم تسوى وقفتهم بس في الملعب. سعود اتصل بمحسن مصبح. ايش حقه يا ابوي؟ انت اتصل وعقب بخبرك. اذا اتحاد الكره ما بيتحركون نحب نحل مشكله الكره. ابوي محسن ما يرد. لازم ما بيرد. تراك السنه اللي طافت مشكلتك وياه في المكتب. والحل؟ والحل اقول لك، اسمعني، انا اليوم تراني شفت سالم جوهر وخدت عنه الرقم، شو رايك اتصل به؟ لا خلي سالم جوهر، سالم جوهر بنخليه ييمي يجر الباقين. يا حياك الله ويا حي الله مهيانا. يا مرحبا، الله يحييك. اظني نديش في الموضوع احسن. والله احسن لو تدخل. الجفالي يقول لك مضايق من المباراة الاخيرة مع المنتخب. الصراحة كنا مضايقين. يعني انتو حاسين بالكارثة ان عندنا ازمة مهاجمين واقوال؟ طبعا يا ابوك، عندنا ازمات ما بازمة. يعني خلاص موافق. سعيد نعم. سجل اسمه ان شاء الله. عشو موافق؟ اشرب اشرب اغنية انت عقب بتعرف. يقول المثل يا اخوي، الغرقان ترى يتعلق بخوصه، واحنا محملنا طبعا. اي محمل؟ وشو غرقان وشو طراد؟ يابر يقصد الرياضة. اقول يا سالم، تذكر هدف خالد اسماعيل وعلي ثاني في كاس العالم؟ هي ابو كذكر. وتذكر هدف بخيت على الكويت من نص الملعب؟ كيف ما اذكره وانا وياهم موجود. انزين، وتذكر هدف عدنان اللي ياب على كوريا بالراس وصعدنا كاس العالم؟ يا ابوك حتى عدنان حمد صيحنا في المباراة هذيك. وين وين الذكريات هايج الغاوية؟ خلاص عيل ودني عندهم. ليش؟ وش يباهم؟ انت قلتن وعقب انا بخبرك. الجفالي ابي يعطينا اسماء وارقام اللعيبه ان شاء الله. هلا سامي قرش عيد ان شاء الله. ابوي زهير بخيت، عبد الرزاق ابراهيم، عدنان طلياني، فهد خميس، حمدون، يمع ربيع. لا يمع ربيع ومهدي عليه بنخليهم حق التدريب. كمل ان شاء الله. ابوي عزوز، علي ثاني، بخيت سعد، سمبيج. وقف، في خلل هنا. سمبيج هذا مطوع في ريح الشمال، شو يابا هني اللعيبة؟ أنا هلا بخصص بي سمبيج هذا كابتن الشارجة. كابتن الشارجة كمل إن شاء الله. أبوي سالم خليفة، سالم حديد، الجفالي. هذا كابتن الشارجة، أنا متسويت كابتن، أنا في الفريج ما لعبت كرة. أنا يا الدعمة، هذا يلعب في الفجير، في الفجير يلعب. إيه عرفته هالبلدوزر هذا. بس خبرني أنت على شو ناوي؟ بتشوف يوم بردون الجيل الذهبي والفضي، شوف شو بيسوون عقب. حلو، والجيل الحالي
يا ريال جيل حاله فيهم الخير والبركه، بس وايد مهتمين في نفسهم، ونحن استعينا عفوا الله يوم جلينا الجيل الاولي. يلا عيل خلينا نتصل فيهم. الا ما بالحينه بنتصل فيهم اذا سالم نقحها خيان وما اعطانا العناوين. هذا بيته؟ اي هذا. شوف التواضع، مو مثل بعض اللعيبه، قصر وسياره بلك واللعب تبن. يا ريال وين الحين الناس كلهم يتكلمون بالملايين؟ لاعب يا ريال مليون في المنتخب ما يسوي شيء، شو اسوي به؟ يا ريال خلنا من هذا. سالم وين بخيت تاخر؟ انا مكلمنه وقايل بيتريانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شوف الوقفه، شوف النظره، هذه الريول اللي بتفكنا من موسم القحط، وبنشوف اهداف عدله. شوف الدوس، شو السالفه؟ الجماعة يبونك في موضوع مهم ومصيري. أدام عندكم موضوع مهم ومصيري تفضلوا البيت. يلا بخوت أرجوك يا أخوي لا تردني، أرجوك ثم أرجوك تفهمني. يا جماعة دخلوا في الموضوع، تساعة يا سيترمسون، أنا مو فاهم شيء. يا أخوي الحين حالتنا حالة، وحال الكرة أردى. يا أبوي هذا عادي، هاي حال الكرة، يوم غالب يوم مغلوب، يوم فوق يوم تحت. أدري بس هذا المنتخب يوم واحد فوق وثلاثمية واربع وستين تحت. يا أخوي عاد اليوم يعينك، لأن حال عندك وعند ربعك. ربعي؟ ومنو ربعي اللي تقصدهم؟ المنتخب الذهبي مال كأس العالم. حساني وعلي ثاني. الله علي ثاني وخليل وزهير وعدنان. الله عدنان يبقى والفهد الأسمر. صحيح في الشليتنا ما يبي صياح القدر، وقصده إني أبغيكم تردون تلعبون مرة ثانية. شو؟ رد نلعب؟ هي الدوري يبغيكم، والمنتخب محتاج لكم، والجماهير تناشدكم. يا جابر أبغي الحين بعد وين في حيل يريد يلعب؟ شك بعد ما في حيل، تركوا يلعبها على الرمل في البطولة الشاطئية. يا أبوي الشاطئية غير ولياقته غير. لا أخوي ما بغير، الحين تودرت ملاعب ودرت الحشيش، وسهل تلعب في الطفاس والوسخ في الحسات هذا ويا فريخات أخلا. أبو السالم شو الرمزة هذه؟ شو الأخبار؟ إذا جايين تمسخرون وتسولفون ترى أنا ما عندي وقت. أصلاً أنتم بطرانين، يوم كنتوا تلعبون على الرمل قلتوا نبغى حشيش، ويوم سووا لكم حشيش وسووا لكم ملاعب قلتوا نبغى الرمل. أنتوا شو يرضيكم يا أخي؟ صح كلامي، شو يرضيكم؟ الحين سوينا لكم رمل وحدائق تبون كنكر وصبخة، بس شو يرضيكم؟ بس عاد أمين طلق مولي بس. أبو الدوس قل له ما ربعك شيء. قوموا 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 قوموا. أنا ولا هو؟ يا عمي شو الاخبار هذا؟ يا عمي شو الاخبار هذا؟ استهدي بالله بارك الله فيك. شو اخباره شي؟ وانت من رئيس رابط المشجعين تقول هالكلام؟ يا ريال الله يهداك سالم، انت ابوي خليك وسيط، انت بس وصلنا والباقي علينا. اذا قولوا لي عشونا وين شو تبون انتم؟ بنخبرك عقب، بنخبرك عقب، انت بس وصلنا. شي تاكسي انا؟ استهدى يا ريال، استهدى استهدى. وصلنا سالم، وصلنا. يلا نحول لاقوه. بارك الله فيك، بارك الله فيك. حاج جابر الله يسلمك. اقول لك الروز رايز اللي اعطوك اياه عقب قول كاس العالم عندك ولا بعته؟ اي روز رايز، منو قاص عليكم ان نحصل روز رايز؟ ولا حصلت ولا تاير ولا حتى رنك، بس الله يسامحهم. ايش حالك انت جابر؟ قولوا لي استوى السمسار الحين لعيب. لا غيرنا الخطه وزدنا المستشارين، نحن اللي سلم كول عندنا محسن مصبح، والحين عندنا اخوي سالم. هي طبعا طبعا. على شو ناويين ان شاء الله؟ الله يسلمك، نبغى نلم الشمل ونعتمد على خبره الجيل الذهبي، لانكم اهل الكره وتعرفون في الكره. مشكور يا جابر، جزاك الله الف خير. المنتخب في العنايه المركزه، ما حد بين عيش المنتخب غيركم. تلاحقوا المنتخب، سنين يدوروا مهاجم ما بلاقينه، كل الدفاع دفاع دفاع دفاع. ترى قلنا لهم اهداف الاتحاد واضحه، بس للاسف بعض الانديه تشوف مصلحتها فوق مصلحه المنتخب، وكل مهاجمينهم اجانب. نعم نعم نعم، صدقك صادق صادق، هناك هدر للاموال وسوء اختيار اللاعب الاجنبي. ما شاء الله عليك، صحيح صحيح مثل ما تقول يا اخوي. يعني معقوله ولا مدرب مواطن في الدوري المحترفين؟ ليه متى بيتم المدرب المواطن مدرب طوارئ ويوم يحطونه يسوي نتائج؟ ادري ادري تعبينك الانديه، الله يعينك، بس الله يعينك. لازم نحارب دخلاء في الرياضه واللي عندهم اهداف شخصيه، في ناس بعضهم ما لبسوا حتى جواتي كره. انتم موجودين؟ وين موجودين؟ لو موجودين كان استفادوا من خبره جيلنا. ما شاء الله عليك خالد، ما شاء الله عليك حار. زين والمنتخب؟ حتى المنتخب انا طالب باعاده النظر في اختيار بعض اللاعبين.
يا ريال خلاص لا تتعب عمرك ولا شيء، الحل عندكم. كل المطلوب تلبس فانيلتك وتقص قصتك الاوليه قصه الاسد. يا ربي قصه الاسد هاي. بس 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 يابر على الاخبار وقول اللي عندك، الريال مشغول وعنده تحليل. يا ريال ايش حق التحليل؟ انا عارف مطوع زين، بسوي لك محو وبيقرا عليك وبيعطيك دواء عن الحيس بعد. سالم بتخبرك شو السالفه وقول لي. نحب نفهمك، نبغيك ترد وتلعب. يا جماعه انا معتزل معتزل. انا عارف واحد متقاعد، الفجر في البحر والعصر ناطوف في المدرسه. تراكم خبلتوه بي، تبون ارد العب كره ولا استوي ناطور؟ نبغيك ترد تلعب في المنتخب حتى لو واقف، تكفينا وقفتكم هيبه. اكو اكو هو هذا ايه. اوه كابتن سالم الدوس. كابتن مشغول يا صغاري. كابتن تعال تعال تعال. اكو يا جاي. السلام عليكم. عليكم السلام. ها خلاص موافق تقود الحمل لتصحيح الرياضة؟ يا جماعة الموضوع ما بسهل، انتوا ما تشوفوني انا شو اسوي؟ شو اسوي يا ريال؟ يا رسالك تاكيت وتلعبون في الكورة، شو تسوون يعني؟ تراهم الاساس وهذيلا بعدهم ما عرفوا الاحتراف ولا الاعلام وعقولهم نظيفة. يعني الحين هذا الكبار يلعبون في النادي ما فيهم عقل؟ فيهم عقل، لكن اللاعب توه طالع يكتبون عنه اكثر عن مارادونا؟ ترى الاندية مسوين الدوري سوق، اللي يدفع اكثر ياخذ الاحسن. انا ما الومهم، النادي يدور مصلحته واللاعب يبغى يضمن مستقبله ويرتاح. خلهم يرتاحون والله يزيدهم، ترى لعيبة العالم ياخذون بالملايين في انديتهم، لكن تعال شوفهم في المنتخب. يا ما طلعتم الملعب خسرانين، بس احنا نشجعكم لان نشوف شو قايل، كنتوا تدافعون عن شعار المنتخب. يا اخوي نحن نبغى نعرف العله ونعالجها. هي عله واحده بس؟ اكثر من عله، حتى انتوا يا الجماهير. نحن شو بلانا؟ منتخبنا يلعب ويا منتخب ثاني وفي بلادنا وجمهورهم اكثر عن جمهورنا، انتوا صراحه ما تستحون. هاي مو مشكله يا ريال، هاي مباراه وديه عادي يعني. حتى لو وديه انا لو مكانكم حتى التمارين بحضرها. يلا عيال قوم وشد حيله وخلنا بنشوف. وين؟ ويانا في التشجيع، هناك ما في احتراف اداري واحتراف تدريبي، انت خلك ويانا في احتراف التشجيعي. لا بعدين انا شو بيقولوا عني الناس وانا ما اعرف. بنعلمك، ارجوك لا تردنا لانك بتكون قدوه للجماهير وبتحرجهم بوقفتك. خلاص شوركم هداية الله، يلا طوفوا قبل التمرين. يس اقول لك بيكسرونا اثنين، واحد طبل واحد زماري، شو رايك تتصل فات خميس ولا عدنان الطلياني؟ حلو حلو احب اتصل، بس اقول لك خليني اتلاحق عليه. قوم قوم. بالبركه عليك يا سالم، بس شو سبب الاحتراف في مجالنا نحن؟ شي حد قال لك نحن قصرنا بشيء؟ لا مو مقصرين، بس اسلوب التشجيع الحين تغير، وانتوا بعدكم على نفس التشجيع، سماعات وطبول، الواحد ما يعرف هو في مباراه ولا في عرس. شقايا يا سالم وضح لي كيف، ابغى افهم شو معنى كلامك بتاعينا. ابو محمد الطبول كانت تمشي يا سالم وربعه، الحين الطبول ما تفش راسهم، الحين يبغون شيء ستايل رومانسي، ستايل يعني غير عن قبل. دمبك 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 اسمعت هابد معسول مثل اخوك رومانسي وستايل، شو تبغى في ذمتك؟ شو تبغى يبلم كمانجة باليه يفجر رسم؟ هذا موجود. لا 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 ابو محمد اخوي ما فهمت، ابوي يقصد انه طال عمرك ستايلك ما صار مؤثر مثل قبل. خش حكي انت مع وين طالع ستايلك؟ مش خش هذا الموجود ابوي. انا اسمعني، انا 40 سنه اشجع واعرف نقطة الضعف في لعبتنا، بتخبرني انت ولد البارحة طالع من البيضة بالتشجيع اليوم؟ انا شغلي هذا، كل واحد عارف سويتشه، حد سويتشه تشبوه وحد سويتشه الرنه وحد سويتشه المسندو. شو المسندو؟ ما اعرفه. ايش حقك ترمسني عيال؟ خلي ابوك يرمس، ما اعرفه. قول حشي يا ابوك محمد، قالت الوادي ابوك ما يسوى عليها الرمسه هذه، هذه ابوك ما لعب بيت زار. خالد احنا لما نحل مشكله الكره في الامارات وبنبدا بعمارنا، نحن الجمهور وهذا سالم هو اللي بيقود الحمله تحت شعار تلاحقوا كرة الإمارات. زين
مشكلة الرياضة اليوم طال عمرك شرات المشخلة اللي محطونها تحت الهوز الماي ما تقبض شيء. بتعيز وياهم انت. اخويا كنا مسؤولين والمسؤولية مشتركة. هي والله كلنا مسؤولين تبى الصدق. ولا تآمرون علي انا في الشوفة حاضر مرة. ما تقصر عين ابغيك تدرب هذا الشبل. بندربه لكن ما قلت لي لا النادي تبغي ولا المنتخب. نبغي فول اوبشن. مكان ما تحطيه يلبق. ايوه فعلا طيب عطني اياه والله لا خلي لك ضو يلبق دخان يطير. هو اللي تشوفه هذا. نعم وهذا انت كذا جاهز ما قصرت. اوكي وين جاهز كاني ساير عرس. ومن يقول لك المباراه مو بعرس؟ المباراه لا عرس واكبر عرس واكبر حفله. شو تقولون يا اسلام؟ لكن يا اخوي ابو محمد هذا اللبس ثقيل ويستاهل المنتخب ولولد مسوك والله درع من حديد. لا تقول شيء. شو تقولون؟ صحيح على قولتك عشان المنتخب كل شيء يهون. يا منتخبنا يا الغالي رافع علمنا في العالي الإمارات يا بلادي واصطنعين وفادي. الإمارات يا بلادي واصطنعين وفادي. يا منتخبنا غالي رافع علمنا في العالي الإمارات يا بلادي واصطنعين وفادي. وقف 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 أبوي. شو هالغنية؟ غير مرة ثانية مرة ثانية. نعم ليش يا اخوي ابو محمد؟ صوتك مو بواضح، ادائك غلط، نحن مو بمعاذيب عريس، نحن عند جمهور، لبق المدرجات، اطرب الجماهير، خلي المنتخب المستطيل الاخضر يرقص، يلبق، فرحني، خلني وياك انا، ارفع صوتك، يلا شوف راوني 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 يلا، قواك الله. ابو محمد خف علي يا اخوي، ترانا جديد؟ اللي هي غنية؟ وجيت حر التشجيع تعال وغن. التشجيع لخطاط، التشجيع لبروفات، التشجيع في كل شيء اللي يبغاه، التشجيع شوف البلنتي لغنية، الكورنر لغنية، إذا يقولك لغنية، قول عليك لغنية، كل شيء بغنيته. والسالفة فيها خطأ، السالفة فيها خطاط، فيها بروفات، فيها فنيات. يلا شوفك غن غن أطرب الجمهور. ان شاء الله يا ابو محمد ان شاء الله تامر. ويا منتخبنا يا الغالي رافع علمنا في العالي الامارات يا بلادي واصطنعين وفادي. امارات يا بلادي واصطنعين. جاب اخوي شو السالفه؟ ترى اخوي تفتيش على شيء سلامه اللاعبين والمشجعين. يعني ابو حتى قرشه المي هي لاني داخل بحمس وعشر وبرع بدرهم. انت بعدك ما شفت شيء؟ اليوم مباراه المنتخب ولا بتشوف بلاوي؟ شو بلاوي بعد؟ شو بلاوي؟ حرب بين الانديه، كل نادي يبغى ينتقم من جمهور الفريق الثاني. يلا يا جماعه تاخرنا على خالد حريه. شد حيلك شد حيلك، خل بلاعيمك هتلعلع، تطيح هنا على صدرك يا العندليب. من العندليب؟ انت العندليب الاسمر. يلا يا جماعه يلا خلينا ندش لها. يلا 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 يلا, يلا, يلا بالدور بالدور يلا يلا بسم الله. يلا يلا يلا.
حشا يا ابوك، هذا ما بتشجيع، هلكنا يا ريال. انت هلك مباراة واحدة، نحن سنين والطبع على راسنا، الا ورا المنتخب، الا ورا الدوري، الا ورا، وينك انت؟ لا واخر شيء نطلع خسرانين، واللعيبة ما مفتكرين بشيء. يا ريال كل الناس تعبانة، حتى اللعيبة تعبانين. والله هرد لك هذا، هذا هرد لك خسارة، هذا خسارة هرد لك. شكرا شكرا. منو؟ مشكور. اي والله هذا، هذا كان متوقع خسارة مال الفريق هذا، هذا هذا توقعه مثل ما الاخطبوط كاس العالم. هي بس الاخطبوط مات من زمان. صحيح صحيح، هذا اخطبوط مات، هذا بس يا شيخ فيه شغل تاني، شغل هذا فيه كمبيوتر، فيه غير كمبيوتر صديق. معقولة؟ طبعا. هذا يقدر يشوف حظك الكمبيوتر قبل المباراة، إذا فايز لو، إذا في خسران يجلس داخل البيت ياكل فراخ. وين الكمبيوتر هذا؟ موجود يا شيخ، موجود في بيت مالنا. هذا كرتة يقدر انت يشوف، سوي التوزيع ها، فوتوكوبي. سلام عليكم. ما في خوف شيخ، ما في خوف. يا جماعة قلت لكم هذا جنبازي ونصاب، ترى بيقص عليكم. يا ريال بلاك انت، خلنا نجرب، ما بيضلنا بشيء. صدقه في كاس العالم كانوا يربون حظهم على الاخطبوط، خلني يرب حظنا على الكمبيوتر. تفضلوا ان شاء الله خير، ان شاء الله تفضلوا، ما في خوف، ما في خوف، ما في خوف. ان شاء الله خير، ان شاء الله ما في فكر، ان شاء الله ما في فكر، هذا كله خير ان شاء الله. هذا سبال، ما قلت لكم كذاب ونصاب. نعرف ان سبال يعني شو؟ هذا ما في سبال عادي، لا هذا سبال ريد، ريد هذا يقرا فكر لاعبين. يعني الحين هالسبال يعرف اخير عن المدربين والفنيين والمحللين؟ انت ما عندك غير هالسبال؟ اه في حل ثاني، في سوليوشن لانزل مربوطه. هاي نعرف انا العنز المربوطه، كل شيء وحده يردون عليها، يوم تسوي الخساره يردون عليها، الا على المدرب، الا على اللاعبين، الا هاي العنز نضرب عليها المثل. هذه العنز، هذه العنز عرف كيف بيئه كرويه. سبحان الله. انا يجيب حشيش ويجيب هذا حق فريق ثاني جد، وين هذا يروح عنز ياكل هذا فريق في فوز وين. سبحان الله. اخي نحن ما نبغى لا السبال ولا العنز. ما قلت انت عندك كمبيوتر؟ في كمبيوتر. وان سكن. شوفي هذا طلباتكم، هذا في عن سبورت رياضة، ولا في سؤال عن لاف حب، ولا في سؤال عن هذا ديفورس طلاق، شوفي سؤال. أخوي نحن نبغى نعرف متى بيعتدل وضع الكرة عندنا. ها ونسكر. ها هذا في سؤال عن تيم فريق اور ناشونال تيم، منتخب وطني فريق. لا خسي، أول منتخب عقب فريق. يعني بعد كم سنة يريد يعرف حال كرة؟ يعني خامس ولا عشرة قدام؟ ترى اليومين هذه كلهم مروا علينا، احنا نبغى قدام. هذا عام 2020 2020. زين ايش راكب يا جماعة؟ زين زين. شو تقول انت؟ زين زين. يلا بنشوف. زين أبسيبل. وان سكن. خير أعوذ بالله، أعوذ بالله.
شو السالفة يا خبير؟ شو السالفة؟ ما في الزين هذا في كمبيوتر تعبان. كمبيوترك دخن؟ شو السالفة؟ خلاص ها بشر. شوف هذا كمبيوتر يقول عام 2020 كل شيء زين، صحة تمام، ثقافة تمام، إعلام تمام، تركيبة سكانية تمام. زين الرياضة والكرة؟ كرة ما في كرة. شو؟ هذا كمبيوتر هسه يقول عام 2020 ما في كرة. شو؟